أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي، أسعد الله أوقاتكم من كل خير. أود بداية أن أشكركم جميعا على مشاركتكم الطيبة في هذا المؤتمر، وأخص بالجزيل الشكر والتقدير الدكتور مازن دوماني على جهوده الحثيثة في كل مؤتمر لإنجاح هذه الفعاليات العلمية، وليزيدنا أيضا من المعرفة العلمية التي الجميع هو بحاجة إليها، كل واحد منا طبعا بحاجة إليها. وطبعا يعني الغاية من هذه المؤتمرات هو أن نتشارك فيما بيننا بالمعلومات كي نثري بعضنا البعض بما يعني يعود بالفائدة على الجميع، وبالنهاية طبعا الفائدة لمرضانا، تقديم الأفضل للمرضى، وهو الذي هو طبعا غايتنا ومبتغانا في أي معالجة طبية نقدمها لمرضانا. اخترت من ممارساتي السريرية ومن طبعا في مجال الزرع الأسنان والتعويض على مدى ما يقارب أكثر من 20 عاما، من عام 2002 حتى عام 2024، حوالي 22 عاما. حالات سريرية، ولما هو يعني يعود بالفائدة علينا جميعا. بعض التجارب الشخصية، بعض التجارب الزملاء التي تم طبعا المشاركة فيها. وفي النهاية طبعا خلصت ببعض النقاط. محاضرتي طبعا هي بالنسبة للجميع أو لمعظم المشاركين، قد تكون المعلومات التي سأطرحها معلومات مطروقة، ليست بمعلومات يعني جديدة أو معلومات يعني كما يقال يعني أسطورية، لا، إنما هي معلومات يعني الكل يقوم بها في ممارسته اليومية. وطبعا ولكن أحببت أن أنوه إلى بعض النقاط التي ستجعل من ممارستنا اليومية خصوصا في زرع الأسنان والتعويض أمرا يسيرا وسهلا. فعنوان محاضرتي هو زرع الأسنان السريري، التحديات اليومية التي نواجهها والحلول البسيطة. حلول، يعني حاولت أن أتطرق لحلول بسيطة في هذه المحاضرة، عسى ولعل أن تكون يعني يكون فيها الخير والفائدة علينا جميعا في عملية زرع الأسنان والتعويض. بداية، أنا اسمي فراس مراد، خريج كلية طب الأسنان جامعة دمشق عام 2002، حائز على شهادة الدراسات العليا في جراحة الوجه والفكين من جامعة دمشق عام 2005، حائز على اختصاص في مداواة الأسنان اللبية عام 2011، والماستر أيضا في مداواة الأسنان اللبية في نفس العام. حائز على شهادة الاختصاص تعويض الأسنان من جامعة ألاباما في أمريكا، وحائز على الماستر في تعويضات الأسنان عام 2017. عام 2012 أنهيت تدريبي الفيلوشيب على التعويضات الوجهية الفكية. ومنذ عام 2018 وحتى هذه اللحظة أدرس في جامعة ميسيسيبي أيضا في أمريكا، ولي منشورات وأبحاث في مجال التعويضات والزرع والتعويضات الوجهية الفكية. تم ترقيتي مؤخرا لأستاذ مساعد في قسم التعويضات في جامعة ميسيسيبي، وافتتحت عيادتي الخاصة العام الماضي، والاسم العيادة 4D Implant Prosthodontic Center. طبعا هناك الكثير من التحديات، ولكن ما يجعل الأمر ممتعا هو أننا نحاول أن نتعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين، وكلنا بشر، ولكن علينا أن نحاول أن نقلل قدر الإمكان من نسبة الوقوع في الخطأ، وأن نمارس المهنة قدر الإمكان. يعني
طب أسنان سريري أو بشكل عام علم أي علم سريري بدون مرجعية علمية أكاديمية لا ينتهي بفوائد مرجوة، والعكس صحيح، عمل أكاديمي دؤوب ليل نهار بدون تطبيق سريري لا يعطي الثمرة التي نريدها بالنسبة لمرضانا. ولذلك سنبدأ محاضرتنا، لن أطيل أكثر من ذلك، اعذروني، وسنبدأ المحاضرة الآن. هناك العديد من المراجع والكتب في مجال زراعة الأسنان وتعويضها. طبعا سأحاول أن أبسط قدر الإمكان، فلأولئك الذين يبحثون عن شيء شامل، عن يعني مرجع شامل في زرع الأسنان والتعويض، كتاب زرع الأسنان لكارل ميش يفي بالغرض، سواء كان بشقيه، طبعا سواء كان بشقيه الجراحي أو بشقيه التعويضي، ففيها العديد من الفوائد. طبعا هناك العديد والعديد أيضا من الكتب، ولكن كمرجع شامل أنصح باقتنائه، ليضاف إلى مكتبة أي شخص يحب القراءة والاطلاع على العلوم طب الأسنان بالنسبة للزرع والتعويض. طبعا بداية تعويض الأسنان ليس بالشيء، أو زراعة الأسنان ليس بالشيء طبعا الذي يتطلب مهارات خارقة بإن صح التعبير. طبعا هناك بعض الحالات المعقدة جدا والتي تتطلب طبعا تعاون اختصاصيين من مختلف المجالات، سواء اختصاص جراحة وجه الفكين، تعويضات، تقويم، من أجل إيصال يعني النتيجة المثالية للمريض. لكن معظم الحالات هي حالات يعني إذا بسطناها تنتهي بحلول بسيطة جدا، ويعني وبدون أي تعقيدات. حجر البناء الأساسي في أي خطة علاج هو طبعا بناء خطة علاج صحيحة. خطة علاج صحيحة تكون قائمة على 3 محاور أساسية. أنا دائما أعلم لطلابي هذه الكلمة كي تطبع في أذهانهم دائما، كلمة فات، وهي اختصار لثلاثة يعني معايير أساسية. المعيار الأول وهو الفاينل بروسيسز أو التعويض النهائي. دائما يعني أعلم طلابي بأن الشيء الأساسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند عمل أي خطة علاج للزرع هي أولا تصور ما هو سيكون التعويض النهائي، مناقشة التعويض النهائي مع المريض من النواحي التشريحية، من النواحي المادية، من النواحي التعويضية، من النواحي بمنظور متكامل. فأي عمل كخطة علاج في الزرع يجب أن أول حال أول نقطة يجب أن تخطر في بالنا، وهي التعويض النهائي. أن التعويض النهائي سيقودنا إلى مجالات مختلفة في خلال العمل. قد يكون طبعا تعويض نهائي ثابت، قد يكون متحرك، قد يكون متحرك على زرعات. فيعني هناك خيارات كثيرة، وهي التي ستقودنا في النهاية إلى اعتماد خطة الزرع المثالية. العامل الثاني في أي عملية زرع هو العامل التشريحي. يجب علينا الاهتمام بشكل كبير جدا بالمعالم التشريحية المحيطة، سواء كان الجيوب الفكية على سبيل المثال، الأعصاب الموجودة في المنطقة كالعصب السنفي السفلي، أو عفوا العصب الفكي السفلي، أو الأعصاب كمان بالإضافة للعصب اللساني. كل هذه المعالم التشريحية والشريان أيضا اللساني، يعني أيضا إن صح التعبير الشريان الفكي السفلي، يعني يجب أن نحيط، يعني يجب أن يكون إحاطتنا يعني بالعوامل التشريحية، التشريح الفيزيولوجي، بحيث نكون متمكنين جدا. يعني أي خطأ قد ينتهي بكوارث. يعني على سبيل المثال، رأيت منشورا منذ يومين، أحدهم يعني كان يحاول أن يضع زرعة في الفك العلوي، واخترقت الزرعة الجيب الفكي، واستقرت في القحف. يعني
يعني ضمن تجربة القحفي. طبعا المريض أدخل مباشرة للإسعاف وتمت عملية جراحية لفتح الرأس واستئصال الذرع. يعني شوف، يعني الإنسان يجب أن يكون حذر جدا. طبعا مو أي حالة بتصير، مو كل حالة أو هي بس، لكن يجب أن نكون إحنا كتير واعيين وكتير يعني منتبهين لهذه الأمور. الشيء الأساسي ممكن إحنا نكون اختلاطات هي عبارة عن النزف أو الرد العصبي، أو أنه تدخل الزرعة في الجيب الفكي، وعندئذ لابد من تداخل جراحي من أجل إخراجها. الناحية الأساسية في أي خطة معالجة أو المعيار الثالث هو الوقت. التايم أو التي ستاند فور تايم. الوقت أساسي جدا في أي معالجة جراحية. كلما طالت المعالجة الجراحية كلما ازدادت الاختلاطات، سواء كان النزف أو الوذمة أو الألم عند المريض. طبعا لأنه طبعا مع الوقت المادة التخديرية سوف طبعا تستقلب في الجسم، وبالتالي لابد من تخدير المريض من جديد. فكل عملية تطول، أنا برأيي الشخصي تطول عن مدة ساعة إلى ساعتين، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. عندئذ لابد من تركين المريض بوسائل مختلفة، سواء كان تركين الواعي الاستنشاقي أو تركيب أوريدي أو إلى آخره. هنا طبعا لابد من عمل دراسة وافية وشاملة مع التنسيق مع الاختصاصي الجراحة للوصول لنتائج المثالية. طبعا مصطلح اندماج العظمي مصطلح معروف عند الجميع، لن نطيل بالوقوف عنده، ولكن هو عبارة طبعا عن اندماج أو الالتصاق المباشر ما بين العظم ما بين التعويض أو مادة الزرعة طبعا على بالمجهر الضوئي، بالمجهر الإلكتروني. يعني أكيد في عنا عبارة عن دراسة تختلف تماما عن أو مظهر تحت المجهر الإلكتروني يختلف عن المجهر الضوئي، لكن بالمجهر الضوئي هو عبارة عن تماس مباشر ما بين العظم وبين المادة التي تصنع منها الزرعة، سواء كانت تيتانيوم، زركونيا إلى آخره. طبعا أبركستون طبعا وضع 6 معايير أساسية كعوامل مؤثرة على نجاح الاندماج العظمي. المعيار الأول وهو المادة التي تصنع منها الزرعة، سواء كان طبعا التيتانيوم أو الزركونيا. طبعا التيتانيوم هي مادة متقبلة حيويا بشكل كبير، ثاني أكسيد التيتانيوم. وطبعا الاندماج العظمي على سطح الزرعة بنسب طبعا إذا اتبعت الشروط الصحيحة في العملية الجراحية والتعويضية تصل حتى أكثر من 98%. تصميم الزرعة وخاصة طبعا كما نعرف المظهر الثريدز يصح التعبير أو تثليمات الزرعة، يجب أن يكون مقطعها العرضي أيضا مدروس بعناية. فأحسن مقطع عرضي للزرعة في بالنسبة لموضوع، أنا عم بحكي عن الوقت الحاضر، عم بحكي عن موضوع الثريتس، يعني التثليمات الموجودة على سطح الزرعة. مقطع عرضي يجب أن يكون أفضل شيء بناء على الدراسات هو المقطع المربع. وأيضا طبيعة سطح الزرعة طبعا تعالج، سواء كان بالساند بلاستينج أو الأسيد إتشينج ومعاملات كثيرة طبعا سطح الزرعة من أجل تحسين وتسريع عملية الاندماج العظمي. طبيعة العظم عندنا من D1 لD4، ما راح لن نطيل بالشرح. 1 يعني يكون كثيف جدا، 4 بيكون عظم شبه إسفنجي. تقنية الزرع من أجل تجنب الرد العظمي ورفع درجة حرارة العظم. وأخيرا عملية التعويض. من الضروري أن نفهم طبعا حالة الامتصاص العظمي التي تحصل عند فقدان الأسنان. طبعا الزرع هو من أجل تعويض الأسنان المفقودة.
فعند امتصاص، عند فقدان الأسنان في الفك العلوي، يحدث امتصاص باتجاه الأعلى والداخل، والفك السفلي باتجاه الأسفل والخارج. وهذا ينتهي طبعا عند المرضى مرضى الدرد بشكل كامل، ينتهي بحالة من الصنف الثالث الكاذب طبعا، ولكن هذا الصنف بسبب امتصاص العظم الوظيفي اللي هو العظم السنخي. لذلك لماذا نريد نحن أن نعرف نمط الامتصاص العظمي؟ لأن هذا سيعطينا تصور مستقبلي كيف نحن سنضع الزرعات في العظم، كي يعني ينتهي وضع الزرعة بصورة مثالية، تكون محاطة بالعظم بشكل كامل. وبالمناسبة هنا أنا أنصح بشكل وأؤكد من الأبحاث السريرية وخبرتي السريرة أيضا، لأنه لابد من توفير أقل شيء يعني 1.5 2 ملي متر من العظم حول الزرعة بشكل كامل. إذا كان في عندنا أقل من هالسماكة، فلابد عندئذ من وضع أو من التطعيم العظمي أثناء وضع يعني في وقت وضع الزرعة. أيضا لابد من تنويه أن سيبرت العالم وضع تصنيف، ثلاث تصنيف لعملية الضياع العظمي. التصنيف الأول وهو فقدان النسج الأفقي، نسج عظمي الأفقي، طبعا كما نلاحظ في الصورة الأولى على اليسار. التصنيف الثاني وهو الفقدان الشاقولي، والتصنيف الثالث وهو الاثنين معا، يعني الشاقولي والأفقي. طبعا أسهل طريقة في التعويض هو الكلاس 1 أو التصنيف الأول، الفقدان الأفقي، لأننا طبعا نستطيع أن نعوض العظم المفقود من خلال التطعيم العظمي، سواء كان ridge augmentation أو bone splitting. أما التعويض، أما الفقدان أو التصنيف أو التصنيف الثاني والثالث، فهم من أصعب التصانيف، خصوصا الثالث من أجل تعويض العظم. وهنا لابد من أخذ عظم من كبلوك عظمي، سواء كان من الجسم نفسه أو من أجسام أخرى، سواء كان يعني من شخص آخر. طبعا مع لن نثير التحفظات هنا بالنسبة لموضوع طبعا نحكي فقط نتكلم بشكل علمي، كأخذه من شخص آخر أو من أخذه من حيوان كحصان أو البقر. موضوع مهم جدا لابد من التوجيه إليه هنا، وهو موضوع الفراغ المتشكل ما بين الزرعة وما بين السن أو العظم عفوا عند قلع السن ووضع الزرعة بشكل فوري، إن صح التعبير وهو الزرع الفوري. هنا موضوع أو مفهوم يقال عنه البي آي سي أو البون إمبلانت كونتاكت، التماس العظمي مع الزرعة. فهنا إذا لم يكن هناك تماس عظمي كأقل تقدير 60%، فمن الأفضل أن لا نضع الزرعة في نفس وقت قلع السن. فإن صح التعبير يجب أن يكون هناك كمية عظم كافية بعد قلع السن من أجل بقاء تماس عظمي ما بين الزرعة وما بين العظم، يحقق الثبات الأولي. فالثبات الأولي هو شرط أساسي من أجل نجاح الزرعة الأول، يعني نجاح زرعة ثانوي. نجاح الزرع الثاني هو ما بعد التعويض، أما النجاح الأول فهو أثناء عملية وضع الزرعة وحتى فترة الشفاء ضمن العظم. فإذا لم يكن يتوفر لدينا في الزرع الفوري 60% تماس عظمي ما بين الزرعة والعظم، فعندئذ من الأفضل أن نقلع السن ونطعم عظميا، وبعد ذلك يمكن الانتظار لفترة 6 أشهر، 4 ل 6 أشهر، ثم نضع الزرعة. موضوع أيضا مهم جدا من أجل تجنب أي اختلاطات بالنسبة للانحسار اللثوي الحاصل، أو بالنسبة لوضع الزرعات المتجاورة، لابد من اعتماد مسافة 1.5 ميلي ما بين سطح الزرعة والسن المجاور
و3 ملم ما بين الإزالتين المتزاويتين. لماذا؟ بناء على دراسة أجاها تارنو عام 2016، خلص النتيجة بأن كلما كانت الزرعة أقرب إلى السن، أو الزرعتين أقرب لبعضهم، الزرعات المتجاورة أقرب لبعضها البعض، طبعا هذا سيؤدي إلى انحسار لثوي وينتهي بتراجع لثوي، وينتهي بهذه المثلثات السوداء التي تظهر ما بين التيجان الأسنان نتيجة طبعا انحسار اللثة وانحسار العظم. فقال بأن إذا كان التماس ما بين النقطة المسافة ما بين نقطة التماس بين سنين متجاورين، طبعا تيجان أسنان متجاورة، والعظم 5 مليمتر وما دون، فهذا المثلث أو الفراغ الذي سينتج ما بين نتيجة انحسار اللثة بين سنين متجاورين لن يحصل. إذا هذه المثلثات وهذا الانحسار اللثوي لن يحصل إذا كان المسافة ما بين نقطة تماس سنين متجاورين والعظم 5 ملي أو أقل. إذا كان 6 ملي فهناك نسبة تقريبا 50% تشكل هذه الفراغات أو المثلثات السوداء ما بين الأسنان، وإذا كان المسافة 7 ملم فهناك نسبة قد تصل حتى 75% أو أكثر، يعني تتشكل هذه الانحسارات اللثوية. أيضا ناحية مهمة جدا وهي موضوع الإجهادات التي تحدث من العظم نتيجة تحضير الزرعة، موقع الزرعة، إدخال الزرعة في العظم، وما يتلوه أيضا بعد ذلك من تعويض الزرعة. إذا كانت عملية تحضير مكان الزرع aggressive، يعني لم نتبع التعاليم المثالية أو يعني الخطوات المثالية من أجل تحضير مكان الزرعة، ترتفع درجة حرارة العظم بشكل كبير جدا. أحيانا أيضا قد تحدث بعض الكسور المجهرية إذا كانت طبعا أثناء إدخال الزرع، وإذا خصوصا إذا كان التحضير لم تتبع الخطوات التي توصي بها كل شركة زرع أثناء التحضير من أجل وضع الزرعة. أحيانا طبعا بعض الأطباء يستعجلون في عملية وضع الزرع، فلا يعني لا يتبعون التعليمات أو الأوردر المثالي أو التتالي المثالي في عملية الحفر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إجهاد إدخال أو يعني الانسيرشن تورك عالي جدا، وهذا سيؤدي إلى كسور أيضا مجهرية تؤدي فيما بعد إلى امتصاص بالعظم. يعني قد يفرح الشخص أنه أنجز أنه يعني أكثر من 100 نيوتن بير سنتيمتر، يعني الإدخال العزم إدخال الزرعة، لكن هذا ليس بالشيء يعني الجيد في النهاية. يعني هذا سيؤدي إلى كسور مجهرية وبالتالي أيضا امتصاص بالعظم. وأخيرا بالنسبة للتعويض النهائي يجب أن يكون مدروس بشكل جيد، لأن السر في نجاح أي تعويض فوق الزرع هو الإطباق. طبعا ليس أي تعويض فوق الزرع، أي تعويض سني السر في نجاحه هو الإطباق. The secret is in occlusion. هذه أيضا نصيحة ثانية. النصيحة الأولى هي كلمة فات التي ذكرتها في بداية المحاضرة، والنصيحة الثانية هي is the occlusion، الإطباق. طبعا الجهود، معظم الجهود تتركز حول الزرعة في المنطقة التاجية، يعني طبعا بالكريستال بون في المنطقة التاجية من العظم حول الزرعة. والدراسات طبعا كثيرة، وهذه طبعا أحد الدراسات التي تشير على أن كل الجهود الإطباقية متوضعة في المنطقة ما حول عنق الزرعة، يعني أي شيء باتجاه الذروة يتلاشى، هذه القوة تتلاشى حتى تنعدم عند الذروة. لذلك ما يحصل عند حدوث امتصاص عظمي على سبيل المثال في هذه الصورة، هنا حدث امتصاص عظمي. طبعا أضعف جزء بالزرعة إن لم تكن مدعومة بشكل كامل بالعظم هو هذا الجزء الذي ندعوه بالأنيولوس. وما هو الأنيولوس؟ هو عبارة عن المسافة المتشكلة ضمن الزرعة
تحت البرغي، يعني هذا البرغي الذي يصل ما بين الدعامة والزرعة، هنا توجد مسافة تعتبر مسافة ميتة. هذه المسافة طبعا فارغة للداخل، وهنا فقط جدار الزرعة. هذه المنطقة حيث يوجد البرغي مدعومة بالبرغي وجدار جدران الزرعة، لكن هذه المنطقة فقط مدعومة بجدران الزرعة. لذلك عندما يمتص العظم في هذه المنطقة كما حدث هنا في هذا المثال، أي جهود إطباقية جانبية غير مرغوبة سوف طبعا تنتشر باتجاه الأسفل، وهذه أضعف منطقة تنتهي، تتركز جهود إطباقية هنا وسوف تنتهي بانكسار الزرعة كما حدث هنا. لذلك يجب أن أخذ بعين الاعتبار جهود الإطباقية، تعديل الإطباق، وسطبعا نتطرق عليه لاحقا، أيضا المتابعة الدورية لملاحظة إذا كان هناك بداية امتصاص عظمي أو أي شيء يعني غير مرغوب به أو غريب يحدث حول الزرعة، عندئذ لابد من عملية معالجته بشكل يعني إسعافي من أجل إيقافه وتجنب حدوث الاختلاطات في المستقبل كما حدث هنا. أيضا هنا حالة أخرى، الجهود الإطباقية الزائدة أدت إلى حدوث كسر في الزرعة كما نلاحظ هذا الخط هنا، كسر في الزرعة أدى إلى طبعا إلى فشل التعويض. طبعا هنا بمثل هذه الحالة لابد من إزالة الزرعة بشكل كامل وعمل تعويض عظمي من أجل عمل زرعة أخرى في المستقبل. إذا ممكن نحن نلخص بشكل عام الاختلاطات التي تحدث عند الزرع باختلاطات تقنية واختلاطات بيولوجية أو حيوية. معرفتنا لهذه الاختلاطات ستسهل كثيرا كثيرا من عملنا وممارستنا اليومية بمجال الزرع والتعويض. فالاختلاطات التقنية، هناك شقين للاختلاطات التقنية. الاختلاطات التقنية الشق الأول يتعلق بالزرعة نفسها والشق الآخر يتعلق بالتعويض. فالشق الذي يتعلق بالزرعة قد يحدث طبعا انكسار بالزرعة، قد يحدث انكسار في دعامة الزرعة، قد يحدث انكسار في البرغي الذي يثبت الدعامة بالزرعة، أو طبعا يصبح يعني أحيانا التعويض كله يصبح طبعا يعني لوس، وبالتالي لابد من عملية إعادة تثبيته بشكل جيد ومعرفة ما هو السبب. يعني الأهم من اكتشاف الحالة ومعالجتها هو تشخيص السبب لتجنب حدوثه مرة أخرى في المستقبل. الاختلاطات التقنية التي لها علاقة بالتعويض بشكل مباشر هي طبعا الفريمورك أو سواء كان هذا الفريم ورك معدني او زركوني او منخزف، او حتى كان اذا كان البي ام ام اي يعني هو البوليمتيميتك ريليت، فقد يحدث انكسار في هذا الفريم ورك. قد يحدث اذا كان طبعا هناك فريم ورك زركونيا على وطبعا عليها بورسلين كفينيرز من أجل زيادة النواحي التجميلية، قد يحدث شيبينج في الفينيرز، قد يحدث انخلاع الأسنان إذا كانت طبعا مطبوخة على الفريم ورك معدني. تمام، فهنا طبعا قد تحدث اختلاطات لها علاقة فقط بالتعويض، ومعظم هذه الاختلاطات تحدث نتيجة لعدم الدراسة الكافية والوافية ل البيوميكانكس، فطبعا والتي لها علاقة بصورة مباشرة بالإطباق وبصورة غير مباشرة بدراسة الحالة الوافية للمريض. يعني نحن على سبيل المثال ممكن يجي مريض عنده صرير، عنده بروكسيزم، عنده بكز كتير على أسنانه، وبالتالي عنده حالة نفسية ستريسد، يعني هو كل وقته بيكون ستريسد. مثل هذا المرضى لا نستطيع يعني يكون مضاد استطباب نحن نعمل له مثلا ممكن انه زركونيا وعليهم فينيرز.
مثل هؤلاء المرضى يفضل أن نحن طبعا دائما مباشرة باليوم اللي ننتهي فيه وبنسلم فيه التعويض النهائي، لابد أن نسلم معه الجهاز حماية الأسنان اللي هو الأوكلوزال جارد. يعني هذا الشيء مفروغ من أمره. هناك اختلاطات تحدث لها علاقة، واختلاطات حيوية لها علاقة بالعظم، امتصاص عظمي قد يحدث خراجات، قد يحدث اضطرابات حسية، وقد يحدث التهابات في الجيوب الفكية. طبعا لابد من تلافي هذه الاختلاطات بمعرفتنا كما ذكرت الجيدة للنواحي التقنية والحيوية، المنطقة التي نقوم بها بالزرع، والخطة العلاجية في التعويض النهائي. هناك قاعدة تقول 3 ضرب 3 ضرب السطح أو السطح الحنكي، أو إن صح التعبير البالاتال انسايزل ايدج، الحنكي القاطع أو السطح الإطباقي. ماذا يعني هذا؟ الثلاثة الأولى تشير إلى لابد من ترك مسافة 3 مم ما بين زرعتين متجاورتين، أو 1.5 مم ما بين الزرعة والسن الذي قبلها، وواحد ونصف ميلي ما بين الزرعة والسن الذي بعدها، تكون المحصلة 3 مم. الثلاثة الثانية وهي أن يجب أن تكون يجب لابد من ترك مسافة 3 مم ما بين الإمبلانت بلاتفورم أو سطح الزرعة وما بين الأسنان المجاورة السكالوب فورم of the adjacent teeth، يعني الحواف اللثوية للأسنان المجاورة. لماذا؟ لأن هذه 3 مم هي التي ستحقق لنا إعادة بناء هيكلية عظمية ولثوية مثالية للنسج ما حول السن، ما حول الزرعة، لتكون متجانسة مع النسج مع الأسنان المجاورة. غرس الزرعة أكثر بالعظم، أكثر من 3 ميلي، طبعا قد يخلق بعض التحديات أثناء عملية التعويض من أجل كشف الزرعة، لأن يعني العظم سوف يتشكل فوق الزرعة، ولا بد عندئذ من حفر العظم من أجل كشف غطاء الزرعة، وبالتالي استبداله بالدعامات الشفاء، ومنها عمل الطبعات النهائية. جعلها أقل من 3 ميلي سوف سوف يؤدي إلى خلق نسج لثوية دقيقة، أو يعني غير سميكة، غير كافية بالسماكة، من أجل جعل الزرعة بشكل كامل ضمن العظم ومحاطة بنسج لثوية سليمة. إن صح التعبير، فهنا لابد من التأكد من سلامة النسج اللثوية عند وقت وضع الزرعة. بعبارة أخرى، لابد من أن وجود إحاطة عظمية كاملة للزرعة بالعظم، ولا تقل العظم المحيط بالزرعة عن 2 مم. الناحية الأخرى وهي موضوع النسج اللثوية السليمة التي لابد أن تكون متقرنة، فالنسج اللثوية الغير متقرنة لا تفي بالغرض، لأنها ستؤدي حتميا بالنهاية إلى تراجع لثوي، وبالتالي إلى امتصاص عظمي وتراجع لثوي، لأنها غير مقاومة للجذور الإطباقية. وأخيرا، من أجل تحقيق الناحية الجمالية التي نصب إليها بوضع الزرعة في هذا المستوى. أخيرا، من المفضل دائما وضع أو محور الزرعة أن يكون موازي لمحور الأسنان المجاورة أو للمحور الطولي للتاج النهائي، إن صح التعبير، من أجل تركيز الجذور الإطباقية بحيث أن تكون موازية للمحور الطولي للزرعة، وليست مائلة بدرجات متباينة على محور الزرعة. كلما زاد طبعا درجة الميلان، كلما زاد الجذور الإطباقية المطبقة على الزرعة، وبالتالي يؤدي إلى تزايد الجهود حول العظم حول الزرعة، قد يؤدي بالنهاية إلى إما انكسار الزرعة، انكسار العظم، امتصاص عظمي، انكسار البرغي الدعامي، أو حتى انكسار الدعامي. فاضطرابات كثيرة قد تحدث، لذلك لا بد من وضع
هذا المحور الطولي للزرعة، والذي أيضا هو قد يكون دليلنا، وهو الثقب البري الذي يجب أن يوضع على إما سطح اللسان الأسنان الأمامية أو السطح الإطباقي للأسنان الخلفية في منتصف السطح. الآن سوف نناقش 8 حالات بشكل سريع، كيف سنواجهها، والتي هي حالات شائعة جدا في العيادة، وبحلول بسيطة للوصول إلى أفضل النتائج. سنبدأ أولا بعملية الزرع الفوري، وهذه حالة طبعا شائعة جدا عند معظم أطباء الأسنان. هذا مريض جاءني بالثنية العلوية اليمنى، حصل بها كسر تحت لثوي، وطبعا الصورة الشعاعية توضح أن الكسر في هذه المنطقة. طبعا هذه الصورة الشعاعية كانت طبعا كسر تماما في هذه المنطقة، بهذه المنطقة كما تلاحظون. طبعا الكسر حصل نتيجة سوء تصنيع الوتد، الأوتاد المستخدمة حصريا يجب أن تكون مخروطية، الأوتاد الأسطوانية عفى عليها الزمن، لم تعد تستخدم الآن في طب الأسنان، وذلك لأنها تؤدي إلى توزع الجهود أو تركز الجهود الباقية عند الزوايا، وكلما تم التحضير أكثر ضمن القناة السنية كلما طبعا ضعفت جدران الجذر، وبالنهاية قد يؤدي ذلك إلى انكسار الجذر تحت أدنى جهود إطباقية غير موازية للمحور الطولي للسن، وهذا ما حدث عند هذا المريض، وما يحدث أيضا عند معظم المرضى من هذا النوع من الكسور. طبعا النتيجة كانت أفضل شيء هو أن نقوم بعملية قلع السن. طبعا تصوير الطبق المحوري يظهر أن كمية العظم الدهليزية جيدة من أجل عمل الزرع الفوري. فهنا طبعا تمت عملية رفع الشريحة، عملية قلع جذر غير الرضي، وطبعا ثم تمت عملية وضع الزرعة باستخدام الدليل الجراحي كما تلاحظون. ولكن عندما تمت عملية وضع الزرعة، ما حدث هو أنه حصل عملية perforation، يعني حدث انتقاب في الصفيحة الدهليزية كما تلاحظون. لماذا حدث هذا الانتقاب؟ والواقع هو أننا اتبعنا الدليل الجراحي، وأحيانا الدليل الجراحي كي يكون السن موازي أو الزرعة موازي للمحور الطولي للتاج النهائي، فأحيانا لا بد من توضعها بشكل قد يؤدي إلى حدوث انتقاب في الصفيحة الدهليزية، أو قد يؤدي إلى زوال الصفيحة الدهليزية بشكل كامل. وهنا طبعا فقط حدث انتقاب بسيط، طبعا علاجه بسيط جدا، لكن أود أن أطرح هنا وأنوه بأنه لابد من وجود كمية من العظم كما ذكرت سابقا 1.2 مم بسماكة، بهذه السماكة حول الزرعة من أجل ضمان بقاء العظم سليما. يعني نحن هنا، وخصوصا إذا تم عمل شريحة، إذا تم عمل شريحة وقلع السن في نفس الوقت، أقول بأنه أكثر من 90% من الحالات لا بد من عمل تطعيم عظمي مع الأغشية، سواء كانت ممتصة أو غير ممتصة، أو بما يقال بالجي بي آر Guided Bone Regeneration. لماذا؟ لأن الصفيحة العظمية الدهليزية صفيحة رقيقة جدا، تستمد التغذية الدموية، هذا العظم يستمد التغذية الدموية من مصدرين. المصدر الأول هو الرباط السن،
ومصدر آخر هو السمحاق. عند قلع السن يكون المصدر الأول قد ألغي، وعند رفع الشريحة نكون أيضا قد قطعنا المصدر الثاني للتغذية للصفيحة الدهليزية. وإذا كانت أقل من 1.5 ميلي، فعندئذ نحن حكمنا بما لا يقبل الشق بالامتصاص على هذه الصفيحة. لذلك سابقا كان يعني الكثير من الدراسات التي حدثت كان يضع يعني يتم رفع شريحة، قلع السن، وضع الزرعة، ثبات جيد، صفيحة الدهليزية ممتازة سليمة، لكن بعد فترة لاحظوا حدث امتصاص. تكررت الحالات، وتبين بالنهاية بعد الدراسات على أنه لا بد من حدوث امتصاص عظمي إذا كانت الصفيحة المتبقية واحد سمكتها 1.5 ملي وما دون، إن لم يتم وضع طعم عظمي. ولذلك اتبعنا هذه التعليمات. طبعا التطعيم العظمي يختلف، قد يكون تطعيم عظمي بعمل بأخذ طعم عظمي كما ذكرنا سابقا من منطقة أخرى، قد يكون برفع الجيب، قد يكون كما ذكرت سابقا أيضا بالتطعيم العظمي الجانبي كاللاترال ريدج أوجمنتيشن، قد يكون فلع العظم بون سبليتنج، قد يكون تكثيف العظم densification وسنذكره طبعا لاحقا، أو كما ذكرت قد يكون هو الجي بي آر والجي تي آر. الجي بي آر هو عبارة عن guided bone regeneration، والجي تي آر هو guided tissue regeneration. فطبعا ال guided bone regeneration هناك يعني the primary objectives أو صح التعبير الفائدة الأساسية منهم هو تعويض الفقد المادي للعظم، تعويض الفقد المادي للعظم and وتحسين المظاهر التجميلية، وبالتالي أيضا خفض نسبة الاختلاطات للزرع بعد التعويض. أما بالنسبة للغاية الثانوية أو الغاية الثانوية للجي بي آر guided bone regeneration، وهو تقليل عدد العمليات الجراحية، التداخل الجراحي، يعني عوض ما أن نحن نعمل أول شيء عمل التطعيم العظمي وننتظر مدة 6 أشهر، بعدين نجي نعمل عملية خط الزرع عرض، بعدين ننتظر 6 أشهر for example. طبعا إذا كان عم نحكي بزرع بالفك العلوي بكثافة عظمية قليلة مثلا D4 أو ما شابه ذلك. فهنا طبعا نحن بالجي بي آر أو الجاي بون ريجنريشن بنفس وقت وضع الزرعة، ممكن نحط الزرعة ونعمل جي بي آر، وبالتالي هذا الشيء سيقلل من عملية من الوقت ومن تموت العظم الأصلي أيضا، وأخيرا يقلل أيضا من عملية الشفاء أو وقت الشفاء. نجاح التطعيم العظمي يعتمد على هذه الأسس الأربعة: المريض، المادة المستخدمة، الطريقة المتبعة، وأخيرا الطبيب الذي يقوم بالعمل. أي بند من هذه البنود الأربعة إذا اختل فيه شيئا ما، سيؤدي ذلك بالنهاية إلى اختلال عملية التطعيم العظمي ونجاحها، وقد تفشل. طبعا بالنسبة إذا عدنا سابقا، بالنسبة للمريض لابد من اتباع التعليمات الطبية بشكل صارم. يعني مثلا المريض المدخن يجب أن يمتنع عن التدخين بشكل كامل، لا نقاش في ذلك. مثلا إذا كان لدينا أيضا اتباع التعليمات والتوصيات الجراحية معروفة عند الجميع طبعا، المرضى الغير مستقرين طبيا يعني medically compromised patient، سواء كان مرضى ارتفاع سكر الدم أو مرضى النزوف أو مرضى طبعا المشاكل الغدية الأخرى، كلها يجب أن تكون مضبوطة. بالنسبة للأطباء، الطبيب يجب أن يتبع التعليمات المثالية أثناء أي عمل جراحي، ما بصير يعني إنه يكسر بحلقة التعقيم for example.
يجب أن يكون على دراية، على خبرة كافية أثناء عمل هذا التطعيم. يجب أن يكون الوقت الذي يقوم به بالعمل الجراحي مدروس بعناية، لا زيادة ولا نقصان. التريتمنت ابروتش، يعني العمل، عمل التطعيم العظمي. طبعا في عندنا التطعيم العظمي، سواء كان طبعا الخطوات المثالية لاتباعها، وسنذكرها سريعا في حالة قادمة. وأخيرا في عندنا المواد المستخدمة في التطعيم العظمي. طبعا المواد كثيرة، قد تكون طعوم عظمية ذاتية، قد تكون طعوم عظمية من شخص آخر، من فصيلة أخرى، ألوغرافت، زينوغرافت، ألوبلاستيك جرافت كالهيدروكسي أباتايت، أو عوامل النمو ممكن أن تستخدم أيضا، السيراميك الحيوي، وأخيرا البوليمر الحيوي أزول. يعني أنا لن أتحيز إلى أي شيء معين. أنا لي وجهتي الخاصة، وجهة نظري التي أستخدمها يعني بشكل كبير، ونتائج جيدة جدا طبعا. لكن شخصيا يعني الأوتوغرافت هو طبعا بضل الجولد ستاندرد، الطعم العظمي الذاتي. يأتي بعده بالنسبة لي طبعا هو الزينوغرافت، لكن طبعا أيضا الألوغرافت ممتاز طبعا بالنسبة للأشخاص اللي طبعا أعيد وأكرر، أنا لا أتحدث الآن عن النواحي الأخلاقية والنواحي، يعني عند بعض الأشخاص عندهم تحفظ ما أن يأكلوا من جسم آخر أو إلى آخره، أنا أحكي فقط بالوقت الحالي عن موضوع علمي بحت. الألوغرافت في له كمان له إيجابيات وله سلبيات، لن نتطرق الآن إلى هذه المواضيع لأنها طبعا تحتاج أحيانا إلى محاضرات لشرحها، لكن بشكل عام هذه المواد متوفرة في الأسواق الطبية. الشيء الآخر الأساسي في أي عملية تطعيم عظمي هو الغشاء العازل، الـ barrier membrane. أي طعم عظمي، وخصوصا إذا كان تطعيم عظمي بنفس وقت العمل الجراحي، وبوجود وبعدم وجود 4 جدران عظمية تحيط بالتطعيم العظمي، من دون غشاء الطعم العظمي فاشل. لذلك لا بد من وجود غشاء، سواء كان غشاء قبل الامتصاص أو غير قبل الامتصاص، من أجل تأمين طبقة حماية وعزل للطعم العظمي عن النسج الرخوة، وهي التي تدير النسج اللثوية والشريحة بعد عمل الخياطة. كما ذكرنا هناك نوعان الأغشية، أغشية قبل الامتصاص وأغشية قبل الامتصاص. كل غشاء له مميزاته وله سلبياته. أنا شخصيا أفضل استخدام الأغشية الممتصة لتجنب عمل جراحي ثاني من أجل نزع الأغشية، ولكن كل غشائين يعني نتائج مثالية ورائعة. لكن كما في هذه الحالة على سبيل المثال، ضياع عظمي حول هذه الزرعة الأمامية، طبعا تم وضع الطعم العظمي الذاتي المأخوذ من الذقن، وبعد ذلك تم وضع الغشاء الغير قابل للامتصاص، وبعد ذلك تمت عملية الخياطة. انتهت الحالة بنتائج ناجحة جدا، وطبعا تمت إزالة الغشاء قبل عمل التعويض النهائي. نعود إلى حالتنا، ما عملته إلى هو طبعا وضع الطعم العظمي وهو الزينوغرافت، ومن ثم الغشاء قبل الامتصاص، غشاء من الكولاجين. عادة أنا أستخدم غشاء طبعا كولاجين قبل الامتصاص، كولاجين تايب 1، وبعد ذلك تمت الخياطة وفق الأصول، وتمت عملية ال ال تمت طبعا تزويد المريض بالأدوية المناسبة وبالتعليمات بعد الجراحة. كما نلاحظ هنا اللاق ليس كاملا 100%، هناك انكشاف بسيط جدا، لكن هذا ليس بالمشكلة. طبعا أنا قمت بعملية تعديل على باطن الشريحة من أجل عملية تغطية كاملة قدر الإمكان للغشاء وبالتالي الطعم العظمي، ولكن
بما أنه غشاء من الكولاجين، فالكولاجين يحفز الخلايا البشرية على التكاثر، وبالتالي هذه المنطقة المكشوفة بشكل بسيط إذا اتبع المريض التعليمات المثالية سوف تتغطى بشكل كامل بالنسج البشرية في المستقبل. وطبعا تم وضع التعويض المؤقت وبدون أي تماس مع النسج اللثوية، وهذه النتيجة بعد شهر واحد فقط، كما تلاحظون انغلاق كامل. النتيجة بعد 6 أشهر مثالية، وهذه الزرعة والعظم يغطيها بشكل كامل. تم طبعا كشف الزرعة ووضع دعامة الشفاء، وكما تلاحظون هنا تم تعويض التحدب العظمي ليماثل التحدب العظمي في المنطقة فوق السن المجاور. طبعا النتائج اللي حصلنا عليها نتائج مثالية. تمت عمل الطبعة النهائية بالطرق التقليدية في هذه الحالة، وبعد ذلك تم اختيار اللون. طبعا الخطوات المخبرية لن نطيل فيها، لكن تم عمل في النهاية تاج مثبت على الزرعة بواسطة البرغي، وهو ما يطلق عليه السكرو تين بروستيزيس، الطاولة المثبت بالبرغي. وهذه هي النتيجة النهائية. طبعا تمت عملية وضع التفلون في المدخل فوق البرغي، عند مدخل البرغي، وتم بعد ذلك عملية إغلاقه بالأمالجام. طبعا إذا كان زيركونيا فتم طبعا يتم إغلاقه بالكومبوزيت. عادة من المنصح والمفضل أن يتم عملية شد البرغي، برغي الزرعة. طبعا التورك الذي يطبق أو عزم إدخال البرغي يجب أن يكون insertion torque للبرغي، يجب أن طبعا يختلف حسب كل نظام، لكن وسطيا هو 25 نيوتن، 25 نيوتن، يجب أن طبعا يحترم بكل نظام. على سبيل المثال نوبل بايوكير يوصوا باستخدام 35 نيوتن، باي هورايزنز 25 نيوتن، زيمر 25 30 نيوتن، فطبعا حسب كل نظام زرع. فطبعا لا نفترق الى نظام معين، كل الانظمه مثاليه، كل الانظمه رائعه، كل الانظمه تخدم مصلحه المريض، لكن طبعا يجب اتباع التعاليم لكل نظام. عند شد البرغي الاول مره يجب أن ننتظر 10 دقائق من أجل شده مرتين، لأن الجهود الكامنة قد تتحرر وقد يؤدي إلى تخلل البرغي، وبالتالي لا بد من شده المرة الثانية، وبعد ذلك لا بد من وضع التفلون، وبعد ذلك الحشوة النهائية لمدخل البرغي. وهذه النتيجة النهائية. طبعا تم تعديل الإطباق، وسنرى لاحقا كيف يتم تعديل الإطباق، وهذه النتيجة النهائية. الحالة الثانية التي سنناقشها الآن وهي حالة الوضع الزرع الفوري مع التعويض الفوري. جاءتني هذه المريضة، وطبعا كانت وقد كسر الناب العلوي الأيسر. طبعا الصور الطبقي المحوري تظهر عدم وجود أي مشكلة تحت الجذر السن. طبعا الصفيحة الدهليزية صفيحة جدا رقيقة، ولكن يوجد عظم قاعدي جيد من أجل تحقيق الثبات الأولي، ومن أجل تحقيق بي آي سي أكثر من 60% بون إمبلانت كونتاكت. ما العمل؟ المريضة تريد أن تغادر بسن، فهنا بنيت مباشرة بحشوة تجميلية، بنيت السن، وأخذت يعني عملت مثل يعني قالب
من أجل أعمل تعويض مؤقت عند انتهاء موضوع الزراعة. نحن عندنا شروط للتحميل فوق الزرع، وخصوصا بالتحميل الفوري. إذا كان عزم إدخال الزرعة في العظم يتجاوز 50 نيوتن، فنحن في الجانب الآمن من أجل عمل تعويض مباشر. وإذا كان أقل، يعني ما بين 30 وال50، يعني ممكن، ولكن يفضل أنه لا نعمل التحويل الفوري. ممكن نحن نضع مشكلة اللثة، ويعني نتركها لمدة، يعني طبعا 6 أشهر بالفكرة البيئية، أحيانا طبعا 4 أشهر حسب نوع الزرعة ومعالجة سطح الزرعة. لكن في ذلك الحين ممكن نحن نضع تعويض متحرك، ونضع وتكون الزرعة خارج الأطباق بشكل كامل، سواء كان تعويض ثابت أو متحرك. طبعا هنا لم أقوم برفع الشريحة، حافظت، كانت عملية القلع محافظة جدا جدا، تم الحفاظ على الصفيحة الدهليزية سليمة، لكنها رقيقة جدا، وبالتالي لم أتدخل على التغذية أو التروية الدموية للصفيحة الدهليزية من الشريحة. يعني بقي التغذية الدموية سليمة 100% من السمحاق. أكيد السن تمت إزالته، قطعت التغذية الدموية عن الصفيحة الدهليزية من الرباط، ولكن الشريحة بقيت أو السمحاق بقي سليما. تم تحضير مكان الزرعة بشكل جيد، وكما تلاحظون هنا المحور الطولي للزرعة أو مدخل برغي الزرعة في المستقبل سيكون على الحنكي، تطبيقا لمبدأ الـ PIE Palatal Incisal Edge. تم إدخال الزرعة وكان التورك فوق 50 نيوتن، أو عزم إدخال الزرعة فوق 50 نيوتن. ثبات رائع. مباشرة أحضرت دعامة مؤقتة، عدلت الطول لقطع الدعامة الجزء الذي لا أريده، ووضعت التفلون، شريط التفلون ضمن الدعامة، واستخدمت مرة أخرى القالب الذي قمت بتصنيعه من الـ PVS Material من أجل عمل التعويض المؤقت. وهذا هو التعويض المؤقت، يعني خلال 15 دقيقة كان التعويض المؤقت جاهز. المريضة كانت تم التعويض لها بسم مباشرة في نفس جلسة وضع الزرعة. هذه هي النتيجة النهائية، هذا هو مستوى الزرعة، هذا هو مستوى السن الأصلي، من أجل تحقيق 3 ميلي عن مستوى الأسنان المجاورة، مستوى لثة الأسنان المجاورة. طبعا السم تم وضعه بشكل كامل خارج الأطباق، يعني إن صح التعبير فهو فقط من أجل الناحية التجميلية. ثبات، لا يوجد أي تماس لا في الوضع الأطباق المركزي ولا على الحركات الجانبية. الحالة الثالثة وهي الوضع التعويض الزرعي الزرع الفوري، ولكن بالديجيتال ورك فلو. يعني كل شيء عملناه فيما سبق، كنا طبعا ناخذ سي بي سي تي او التصوير الطبقي المحوري ثلاثي الابعاد، ونعمل دراسه كافيه ووافيه، لكن كانت طرق تقليديه. الان سنقوم بعمل الزرع الفوري ولكن بالديجيتال ورك فلو. كمان اجتني هالمريضه، جاءتني بحاله كسر في السن رقم الثنيه العلويه اليسرى، وكما تلاحظون كان هناك وتدا صغيرا قصيرا، وتم الكسر تماما عند منطقة انتهاء الوتد. يعني هذه الحالات تتكرر باستمرار، لذلك يجب أن يكون الوتد بعيد عن ذروة السن بين 3 ل 5 ميلي، ويجب أن يكون أيضا مخروطيا وليس أسطوانيا، ويجب أن يكون المقطع العرضي للوتد هو تلت المسافة ما بين جداري الجذر. أكثر من ذلك سيؤدي إلى إلى إضعاف الجذر، ويؤدي إلى كسر الجذر تحت الجهود الإطباقية الجانبية. أقل من ذلك سيؤدي إلى كسر الوتد. وبالنهاية
بالنهاية، إما أن يكسر الوتد ويكسر بناء السن ويخرج التاج مع الوتد، أو سيؤدي إلى انكسار السن. تصوير الطبق المحوري وهو بداية عملية الديجيتال ورك فلو، تم أخذه، ومن ثم تم عمل الـ 3D سكانينج للمريضة. بعد ذلك تم صناعة التعويض الدليل الجراحي باستخدام السوفت وير، وأنا أفضل استخدام عندي لايك اثنان من السوفت وير، الأول هو اكسوكاد والثاني هو ريل جايد، كلاهما ممتاز. كل الأنظمة التي تقوم بعمل دراسة التعويضات الجراحية والدلائل الجراحية، أو حتى طبعا التصميم الابتسامي، أو تصميم الأجهزة الكاملة، أو تصميم الأكلوزال جاردز، أو أي شيء، مثالية، كلها رائعة، كلها ممتازة. أنا شخصيا أحب أتعامل مع هذين النظامين. بعد ذلك تمت عملية بعد تصميم الجهاز أو الدليل الجراحي وطباعته، تمت عملية قلع السن، ومن ثم تم استخدام هذا الدليل الجراحي لوضع الزرعة. مرة أخرى لم يتم رفع شريحة هنا. لماذا؟ لأن العظم، الصفيحة العظمية الدهليزية بقيت سليمة، لا مشاكل بها. وما فعلته بعد أن وضعت الزرعة، قمت بوضع بعض الطعم العظمي كما تلاحظون هنا في هذه الصورة، ومن ثم وضعت كولاجين بلاج أو السداد الكولاجينية. طبعا قمت بعملية تشكيلة من أجل أن تقوم بعمل تماما الغشاء الكولاجيني لتحفيز الخلايا البشرية للتكاثر وتغطي بشكل كامل سطح الغشاء أو السداد الكولاجيني. فكما تلاحظون هنا بعد فقط أسبوعين، هذه النتيجة بعد أسبوعين، هذا يوم عمل جراحي، بعد أسبوعين الخلايا البشرية الجديدة المتشكلة بشكل رائع. ومن ثم جاءت المريضة بعد تقريبا يعني 5 إلى 6 أشهر، تم عملية كشف الزرعة كما تلاحظون هنا، ومن ثم وضع السكان بودي أو عمل دعامة المسح الضوئي، واللي طبعا هي التي سنستخدمها من أجل عمل الطبعة النهائية، طبعا الطبعة الرقمية النهائية كما تلاحظون هنا. تم وضعها وتم عملية السكانينج أو المسح الرقمي، ومن ثم تم عملية إرسالها إلى المخبر مباشرة عبر الإنترنت، وهذه تم إرسال التاج النهائي، وهذه هي النتيجة النهائية. طبعا نتيجة مثالية، نتيجة رائعة جدا، المريضة كانت سعيدة. شيء مهم جدا هنا لابد من التنويه له، وهو أنه لابد من استخدام ال لابد من التعديل الإطباقي. طبعا هذه الصورة، هذه هي الزرعة هنا، يجب أن تقلب، فأستمنحكم عذرا يعني، ولكن هذه هي الزرعة. وكما تلاحظون باستخدام ورق العرض وهو articulating paper، سمكته طبعا عبارة عن ما بين 15 و 20 مايكرون، يجب أن نحصل على تماس مع الأسنان المجاورة، تماس إن وجد فيجب أن يكون بسيطا جدا مع التاج فوق الزرعة. هل يكفي هذا؟ طبعا لا يكفي، لابد من استخدام الشيمستوك أو هذا الورق الألمنيوم الرقيق جدا، والذي سمكته لا تتجاوز 7 مايكرون، 7 إلى 10 مايكرون. لماذا؟ لأننا يجب أن نضعه ما بين الأسنان المجاورة، وعندما يعض عليه المريض لا يمكننا أن نسحبها خارجا، لكن عندما نضعه ما بين تاج الزرعة والأسنان المقابلة ويعض على المريض عليها، فنستطيع أن نسحبها بهدوء
خارج الفم المريض. لماذا؟ لأنه حول الزرعة لا يوجد نسيج رباطي، لا يوجد يعني الرباط السمي لا يوجد حول الزرعة PDL، إنما يوجد حول الأسنان الطبيعية، وهذا PDL ينضغط تحت القوة الإطباقية. لكن الزرعة لا تنضغط، العظم حول الزرعة لا ينضغط، فإن حدث وكانت الزرعة على نفس السوية من الإطباق مع الأسنان المجاورة والأسنان المقابلة، فعند أي ضغوط إطباقية زائدة سوف تبقى الزرعة هي السن، أو التاج ما فوق الزرعة هو السن الوحيد أو التاج الوحيد الذي يتلقى الجهود الإطباقية، بينما باقي الأسنان تنضغط، وهذا على المدى البعيد يؤدي إلى حدوث مضاعفات، سواء كان في فشل التعويض أو فشل الزرع أو امتصاص عظمي، وبالتالي أيضا فشل الزرع. لذلك لا بد من استخدام هذه الورقة واللي هي الشيمستوك، لأن الأسنان المجاورة تنضغط بمسافة حتى 10 مايكرون أو أكثر، أحيانا حتى 15 و20 مايكرون، في الحين أن الزرعة لا تنضغط. لتأمين هذا الحماية الكافية للزرعة لا بد من عمل هذه التعديل الإطباقي بوجود الشيمستوك بعد الارتكوليتنج بيبر. الحالة الرابعة وهو فلع العظم وتكثيفه عندما يكون لدينا عظم لم تكون السماكة العظمية محدودة. طبعا الأوسو دنسيفيكيشن هو عبارة عن عملية تكثيف العظم، طبعا الكل بيعرفها صار، وطبعا هناك العديد من الأبحاث. الدكتور صلاح هويس من جامعة إلينوي شيكاغو تم عمل عملي قام بتصميم هذه الأدوات الحفر الآلي لتتوافق مع عملية تكثيف العظم. هناك شيئين أساسيين في هذه التقنية، هي ليس بالتقنية الصعبة أو يعني المعقدة، لكن يجب أن تتبع بحذافيرها. لنأخذ هذه الحالة وسنشرح أكثر في هذه الحالة. عندي هذا المريض جاء لي عندي وهو طبعا يعاني من جهاز متحرك، يعني تقبل الجهاز المتحرك وخاصة السفلي والجزئي بالنسبة للمرضى هو شيء يعني من أكثر الأمور المتحدية، طبعا لأن معظم المرضى لا يتقبلون الجهاز المتحرك السفلي أو خصوصا الجزئي، فكان يصر أنه يريد أن يضع التعويض ثابت. بعد عمل التصوير الطبقي المحوري تبين لنا أن يعني أكبر أو أثخن منطقة في العظم لا تتجاوز 3 ملم، وكما تعلمون كي نضع زرعات يعني الزرعة وظيفية قطرها 3.5 وما فوق من ملم، فيعني إذا أردنا أن نحفر كي نحضر هنا من أجل الزرعة سيزول العظم بأكمله. ما العمل؟ العمل إما أن نقوم بعملية تطعيم عظمي وريدج أوجمنتيشن وننتظر 6 أشهر، ثم نقوم بوضع الزرعات. وبالمناسبة عملية التطعيم العظمي بالريدج أوجمنتيشن هي عملية جيدة، ولكن نسبة النجاح ليست بالنسبة العالية جدا، يعني أنا أتحدث عن نسبة النجاح، أتحدث عن نسبة 95% وما فوق. يعني ولماذا؟ طبعا لأنه كثير من الحالات، ليس كثير من الحالات، لكن هناك العديد من الحالات التي كانت ناجحة لكن أدت في النهاية إلى امتصاص في العظم أو في الطعم العظمي. هناك حالات أخرى تم وضع الزرع في الطعم العظمي لكن الثبات الأولي في المواد، في مواد التطعيم العظمي في العظم الذي وضع كطعم ليس كالعظم الأصلي. وخصوصا ويعي ذلك من يقومون بهذا العمل بشكل روتيني يومي، يعني سيجدون بأن وضع الزرعة في العظم المطعم يعني هو العظم أضعف بكثير من العظم الأصلي، وبالتالي نسبة الثبات الأولي ستكون أحيانا هناك تحدي في الحصول عليه. أحيانا قد يكون هناك طبعا قد لا يحدث اندماج كامل للطعم العظم مع العظم الأصلي، يعني هناك اختلاطات قد تحدث في هذا الشيء. ما السبيل الآخر؟ إذا السبيل الآخر هو عملية فلع العظم.
وهذا ما فعلته هنا تماما. بعد أن تمت عملية رفع الشريحة، تمت عملية فلع العظم باستخدام أيضا فلع العظم والأوسو دنسيفيكيشن، يعني عمليتين في عمل جراحي واحد. دعوني أشرح لكم هذا. استخدام الموسعات الآلية من أجل تكثيف العظم التي اخترعها الدكتور صلاح الهويس، مشكورا طبعا، يعني جزاه الله عنا كل خير. طبعا هذه الموسعات الآلية يجب أن تستخدم بكل عناية. أولا هي تكثف العظم، بالتالي فإن عمل هذه الموسعات الآلية هي عمل دوران بعكس عقارب الساعة وليس مع عقارب الساعة، يعني إن صح التعبير هي لا تقطع العظم، هي تكثف العظم. وبالتالي إذا أردنا أن نحفر بالعظم كما هو الحال هنا بدون أن نقوم بفلع العظم، سيكون جهد مضني جدا، وأيضا يرفع درجة حرارة العظم بشكل كبير جدا لأن الضغط المطبق سيكون عالي، وأيضا سيؤدي إلى احتراق الموسعات بشكل سريع جدا. فما العمل؟ العمل هو أن نقوم بحفر فقط أول ثقب والذي هو الثقب البايلوت، وبأرفع محاضرة البايلوت والتي يكون رأسها مدبب، نقوم فقط بعمل دليل لنا أين سوف نقوم بوضع الزرعة. بعد ذلك نقوم بعملية فلع عظم طولي كما تلاحظون هنا تماما بجهاز البيزو، الألتراسونيك بيزو، وهو جهاز رائع جدا جدا جدا، وأنصح كل طبيب يقوم بعملية الزرع وبالقلع الجراحي وبالجراحة بشكل عام أن يقتنيه في عيادته. هناك العديد من الأجهزة في الأسواق، لن أتطرق إلى أي اسم كي لا يعني يقال عني أنني أعمل يعني أن أقوم بدعاية لهذا المنتج أو ذاك، لكن هو جهاز أساسي. اليوم بالذات كان عندي أيضا عملية مماثلة، عمل رائع جدا، وهو بديل رائع جدا أيضا عن التطعيم العظمي الجانبي أو البون أوغمنتيشن، ريدج أوغمنتيشن. بعد عمل هذا الشق الطولي، ويفضل أن يكون تقريبا بطول أو أقل بقليل من طول الزرعة الذي سنقوم بوضعه، بعد ذلك نقوم بتوسيع هذه ال أو هذا مكان التحضير الأول الذي قمنا به. بماذا؟ بعملية بالمحضرات الآلية بالتتابع من الأصغر فالأكبر فالأكبر، وبعكس دوران عقارب الساعة. هنا سيكون التحضير سهل جدا جدا جدا. كما نلاحظ هنا تمت عملية توسيع أكثر فأكثر، وكما تلاحظون هنا كيف وضعنا الزرعات وتمت عملية فلع العظم. يعني بكل بساطة عملية رائعة جدا. طبعا أنصح بداية بالتدريب على موديلز أو فكوك يعني صناعية بشكل جيد بالبداية، كي لا نقوم بعملية كسر للصفيحة الدهليزية أو اللسانية إذا لم يكون التطبيق بشكل مدروس وجيد. يعني لابد من وجود خبرة، لابد من التدريب. تمام. طبعا بعد وضع الزرعات، إذا شعرنا بأن الصفيحة الدهليزية أو اللسانية، غالبا الصفيحة الدهليزية ستكون طبعا رقيقة جدا، 2 ملي أو أقل، خلينا نقول 1.5 ملي أو أقل، عندئذ لا بالإمكان أن نضع بعض الطعم العظمي والغشاء ممتص أو غير قابل للامتصاص، ومن ثم نغلق كل شيء، لكن نسبة النجاح ستكون أعلى بكثير مما لو أننا قمنا بعملية تطعيم عظمي فقط والانتظار 6 أشهر ومن ثم وضع الزرعات. تجربة شخصية وبحالات كثيرة بصراحة، وطبعا مو بس وليس فقط معي، أيضا مع زملائي من باقي الأطباء. لذلك عملية تكثيف العظم وفلع العظم عملية مطروقة بشكل كبير جدا عند أطباء الجراحة واللثة. هل
الجي بي ار هو الهوريزونتال بون اوجمنتيشن، شيء يعني هو عملية التطعيم العظمي الأفقي، شيء يعني غير مرغوب فيه. لا طبعا إذا اتبعت التعليمات بشكل صحيح يفضي إلى نتائج أيضا رائعة جدا. جاءتني هذه السيدة وقد فقدت الأسنان في الجزء السفلي الأيمن، الأرحاء السفلية الأولى والثانية اليمنى. طبعا كما نلاحظ هنا انخماص عظمي واضح يقتضي في النهاية بعد عمل التصوير الطبق المحوري بأنه يعني لابد من عمل تطعيم عظمي أولا ومن ثم عمل وضع الزرعات. أسف على الانتظار. نعم، والآن كما نلاحظ هنا تمت عملية رفع الشريحة. شيء مهم جدا عند عمل التطعيم العظمي الجانبي، لابد من تثقيب الصفيحة الدهليزية من أجل حدوث النزف وبالتالي اندخال كريات الدم الحمراء وعوامل التخلق البروتيني عفوا بروتينات التخلق الحيوية ضمن الطعم العظمي، وبالتالي ستؤدي إلى تشكل خلايا عظمية ضمن الطعم العظمي، مما يزيد أيضا في النهاية من عملية صلابته ومقاومته، وبالتالي سيكون مهدا جيدا للزرعات المستقبلية. طبعا تم وضع برغيين من أجل عمل مثل كخيمة لتمنع الغشاء من الانضغاط باتجاه الطعم العظمي عند إغلاق الشريحة. ثم تم عملية وضع الطعم العظمي كما نلاحظ هنا، ومن ثم الغشاء القابل للامتصاص، وتم عملية إغلاق الشريحة بشكل جميل. بعد ذلك بعد 6 أشهر كما تلاحظون هنا امتص الغشاء البرغيين، طبعا البراغي العظمية طبعا واضحة هنا كما تلاحظون هنا في هذه الصورة. تم أخذ تصوير عمل تصوير طبقي محوري كما تلاحظون، العظم الجديد كما تلاحظون هنا في هذه الصور المقطعية عظم جيد، ومن ثم تمت عملية وضع الزرعات افتراضيا، وتم عمل الدليل الجراحي، وبعد ذلك تم وضع الزرعات بعد إزالة البرغيين، تحضير مكان الزرع. كما تلاحظون هنا الطعم العظمي الجديد، تشكل عظم جديد بشكل رائع جدا، وتم وضع زرعتين، وهذه هي النتيجة النهائية. وبعد ذلك كما تلاحظون قبل وبعد، وهذا التعويض النهائي، وهذه هي النتيجة النهائية. طبعا المريضة كانت سعيدة جدا والأمور كانت جيدة. طبعا الحالة السادسة وهي حالة التعويض المؤقت. التعويض المؤقت تعويض مهم جدا، هناك نوعين من التعويض المؤقت، التعويض التشير سايد بمعنى آخر يعني المريض وهو في الكرسي المعالجي نقوم بعمل التعويض المؤقت. التعويض المؤقت ضروري جدا من أجل تشكيل اللثة، وخصوصا عندما يكون لدينا نواحي تجميلية مهمة جدا كما تلاحظون هنا، فالفاكيوم فورم تم استخدامه من أجل عمل التعويض المؤقت مع الدعامات المؤقتة المصنوعة من البيك بولي إيثر كيتون، واستخدام مادة البيس أكريليك. كما تلاحظون هنا هذا هو المسج مستوى اللثة، كل هذا تحت مستوى اللثة وهذا فوق مستوى اللثة. ناو هنا الفن والإبداع في من أجل بناء نسج لثوية سليمة وجميلة ومثالية حول الزرعة تكمن في هذا الجزء البيلو تيشو ليفل سب جنجيفال ليفل. فهنا لابد من عمل تعويض بشكل جيد مدروس كي ننتهي بالمدى البعيد بناء إعادة تصميم للنسج اللثوية لتكون مثالية في التعويض النهائي. طبعا هذا التعويض مؤقت الآن.
الحالة الأخرى للتعويض المؤقت وهي في المخبر. كما تلاحظون هنا في هذه الحالة جاءتني هذه المريضة وقد وضعت 3 زرعات. تم عمل الطبعة النهائية الأولية، يعني هذه الطبعة النهائية من أجل التعويض المؤقت. وتم استخدام التشميع من أجل عمل القالب، وبالتالي من ثم أجل عمل التعويض المؤقت. طبعا التعويض المؤقت، المريضة كانت في البداية عندما جاءت لعندي كانت في البداية هذا الشكل، ولكن هنا بحاجة لأن نعمل ضاحك ومن ثم ضاحك ومن ثم رحم. الزرعات أقطارها لا تتناسب مع الإمرجنس بروفايل أو المقطع العرضي لهذه الأسنان، وبالتالي لا بد من عملية إعادة هندسة النسج اللثوية أولا من خلال زيارات متتابعة نقوم بإضافة المادة المؤقتة على المنطقة اللثوية العنقية في هذه الأسنان من أجل الحصول على النتيجة النهائية كما تلاحظون هنا. والآن تم عمل الطبعة النهائية. تلاحظون الانتقال من هنا إلى هنا. كما تلاحظون تم عملية إعادة هيكلة، إعادة هندسة النسج اللثوية. وهذه هي النتيجة النهائية عند وضع التعويض النهائي. المريضة كانت سعيدة جدا. الحالة الأخيرة في هذه المحاضرة هي حالة اختلاط حدث ويحدث بشكل متكرر للأسف في تعويض فوق عدة زرعات بتعويض ثابت. وأخص بالذكر هنا تعويض مثلا يعني عبارة عن جسر، سواء كان جسر محدود أو جسر على كامل الفك. جاءني هذا المريض وعنده جسر على زرعتين. الزرعة الأولى هي زرعة الضاحك الأول السفلي الأيمن، والزرعة الأخرى هي مكان الرحل الأولى السفلية اليمنى. كان يشكو من هذه المنطقة بوجود ألم غريب، بالإضافة إلى انكسار الخزف على المعدن في هذا الجسر. فإذا كانت الشكوى الأساسية عند هذا المريض شكوى تجميلية وشكوى ألمية. تم عمل صورة شعاعية بسيطة، اكتشفت ما اكتشفت. ظهر لدي هنا شيء غريب، امتصاص عظمي واضح حول الزرعة الأمامية. الزرعة الخلفية جيدة، يعني ممتاز، نتائج تجميلية، نتائج ممتازة وظيفية. لكن الزرعة الأمامية امتصاص عظمي واضح، بالإضافة إلى عدم وجود شيء غريب في هذا الجدار من الزرعة. التعويض طبعا هو تعويض مثبت بالبراغي وليس التعويض مثبت بالإسمنت. تمت عملية رفع الشريحة وتم اكتشاف هذا المظهر، انكسار في الزرعة مع امتصاص عظمي واضح حول الزرعة. طيب، ما هي الخيارات هنا؟ الخيار الأول إن كانت الزرعة سليمة غير منكسرة هو عبارة عن عملية تطعيم العظمي مع غشاء والانتظار بضعة أشهر قبل عمل تعويض نهائي جديد. لكن هنا الزرعة قد كسرت، وطبعا أكثر من كسر، هنا عندنا كسر أول وكسر آخر مع امتصاص عظمي واضح. فالحل هو إزالة الزرعة، لا مجال للمناقشة. تمت إزالة الزرعة بالسنادة الخاصة، وهذه هي الزرعة المزالة. بعد ذلك تم عمل وضع زرعة أخرى خلف الزرعة الأولى، لأن العظم هنا طبعا حدث فيه امتصاص واضح. الصفيحة الدهليزية المتبقية صفيحة يعني رقيقة جدا. الإنذار طويل الأمان في هذه المنطقة أصبح ليس جيدا، وبالتالي لا بد من وضع زرعة أخرى، وسوف نقوم بعمل تعويض جديد نهائي. هذه هي صورة الأشعة. الآن، ما هو السر في نجاح هذه الحالة وتجنب حدوث ما وقع سابقا؟ السر هو لا بد أن يكون التعويض النهائي، سواء كان تعويض على زرعتين أو أكثر متصلتين مع بعضهم البعض،
لابد أن يكون التعويض دون أي جهود كامنة عند وضعه على الزرعات. المصطلح بالإنجليزي يدعى passive fit. هذا الشيء الثالث الذي أؤكد عليه في محاضرة اليوم. الشيء الأول هو مصطلح fat, final prosthesis, anatomy, time. المصطلح الآخر وهو الأوكلوجن. The secret is in the occlusion. المصطلح الثالث وهو passive fit. الباسيف فيت إن كان لدينا أكثر من زرعة فعندنا أحد الخيارين في الفول آرش يعني كامل الفك العلوي أو السفلي إن كان مزروع بشكل كامل فنحن طبعا نضع الدعامات المالتي يونت أبارتمنتس وطبعا السكو ريتيند بروستيزز لابد من عمل فيريفيكيشن جيك بالطرق التقليدية أو ممكن بال4D كاميراز الفوتوغرامتري والتي طبعا تكون نتائج جدا جدا عالية بالدقة وبالتالي نحصل على الباسيف فيت. في مثل هذه الحالات عندما يكون فرضا لدينا زرعتين ومثبتتين على جسر أو عفوا مثبت عليهما جسر حذاري حذاري من أن تقوم بوضع جسر مثبت بالبراغي أرجوكم إلا إذا كانت الزرعتين متوازيتين 100% وهذا الشيء طبعا ممكن الحصول عليه إذا تم التصميم ووضع الزرعات بالدليل الجراحي ورغم هذا الشيء أنا أفضل شخصيا بأن يتم وضع دعامات مسبقة التحضير custom abutments فوق كل زرعة بحيث يتم جعل هذه الدعامات متوازية ومن ثم عمل جسر ملصق بالإسمنت على هذه الدعامات. هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على passive fit 100% فوق الزرعات المتعددة التي يتم تحميل عليها الجسر. بعض الأشخاص أو بعض الممارسين يضعون الزرعة الخلفية أو الزرعة الأمامية engaged والزرعة الأخرى non-engaged. هذا الشيء أوكي قد يخدم ولكن ظاهريا أما باطنيا فسوف تبقى هناك جهود كامنة متركزة عند البرغي في الزرعة non-engaged وتنتهي بكسر في الزرعة أو كسر في البرغي. وحصلت هذه الحالة مع العديد من طلابي وشاهدتها وصورتها وأؤكد مرارا وتكرارا الحصول على نتيجة مثالية لابد من تصنيع custom abutments ومن ثم جسر ملصق بالإسمنت على هذه الزرعات custom abutments على هذه custom abutments الموضوعة للزرعات. أخيرا وليس آخرا أشكركم جزيل الشكر من كل قلبي على حسن استماعكم، آمل أن أكون قد قدمت بعض التنويهات أو بعض الملاحظات التي ستساعدني وتساعدكم في المستقبل لتلافي الأخطاء التي يقع بها الآخرون بحلول بسيطة. هذه الحالات التي ظاهري أنها معقدة انتهت بحلول بسيطة جداً. آمل أن تكونوا قد استفدتم وإلى أمل اللقاء القريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم جزيلا.